سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اليوم فيديو مختلف عاوتاني بالاعمال اليدويه بالافكار ديال عيشه فيتو. واخا كلشي عقل على الجين هذا اللي فايته وضفته فواحد سبرديله ديالي دوغي. دابا البنات قشرات صوبتهم على هذا الشكل هذا الدراري الحفه بحال هكا. ملي كنبغيو نشوهم كنلقاوهم شويه غاليين. الا كانوا عندنا تقاشر من اليوم ما تبقاوش شهر من تقاشر، الا المهم بقاو فاردين ولا مثلا وساعوا من الجهه ديال داك الكود ديالهم وساع. خليكم معايا البنات غنصاوب معاكم تقشيره نوريكم كيفاش درت هاد التقشيرات هادو. يعني الا عندكم الجلد انا هادو درت لهم الجين وباش ما يزلقوش كندير لهم مسدس الشمع باش ما كيبداش يزلقوا الدراري على هذا الشكل هذا. هذا ما درتش ليه الجلد ولا الجين، هذا درت ليه واحد توب بحال الموكيت كيكون في لي ساك كيكون في السواكش وداكشي كيكونوا مغلفينو كيكون بحال دابا فشي ضربيه ديال الصلاه خسرات ولا شي حاجه كتلقاه الداخل ديالو شو كيفاش داير. المهم البنات يعني عطا الله ما يدار باش حيت كنبغيو نشريوهم الصراحه 100 درهم للفوق. هما كيتصاوبوا هادو كيعيطوا لهم دي بونتوف انديان، كيصابوهم دوك لي زانديان غير بيديهم وداكشي باش كيلبسوهم ديما لان ما عندهمش صبابط وداكشي. كان زمان هادشي هذا فخداوهم الناس هكا كيلبسوهم للحفله الوليدات وكيتباعوهم ماشي خاص. حتى دابا انا كنت شريتهم من ميروهم 100 درهم. هاد الفوق هذا ديال واحد لو كوت ديال تريكو، مثلا تريكو صغار عليك ولا شي حاجه داك لو كود ديالو داك الكم ديالو كيكون بلو كود ديالو باقي شاد كديريه بحال هكا طالع يكون بحال دي بوت. المهم البنات فكره زوينه نتمنى تعجبكم ونتمنىكم ديروها لوليداتكم. اولا ما كتوسخش الدار لان كيدخلوا كيغسلوا رجليهم كيحطوا صورتهم كيغسلوا جيلاتهم وكيلبسوهم مع البيجاما، ومن بعد ملي كيتوسخوا كتلوحيهم في لا ماشينا لافي كيتصبنوا. انا كنفضل هادو على صنداله ديال ميكا من الاحسن لان كلشي كيعرف ان البلاستيك ما مزيانش للعينين. صنداله لا ما كانتش مزيانه ما مزيانش للعينين، وعاد دابا دوك كروكس وداكشي وما زوينينش. لقاوهم داروا ابحاث لقاوهم ما مزيانينش كيديروا الله يستر شي امراض وداكشي. ها هما كاع البلاستيك ديالهم مزيان وكلشي. اللهم الواحد من الاحسن يتفادى داكشي وماش ما يمشيوش بالحفا. والحفا مزيان ولكن دابا مع البرد وداكشي ما غاديش يمكن يعني تخليهم. المهم كان انا حيت الدري صغير اللي غادي ندير هذا ديال الصغار قطعت ديك التقشيره قطعت ليها الفوق البلاصه السبعان وغنجمعها هكا بالخيط كيف ما تشوفوا معايا. غنجمعها هكا بالخيط نخيطها وعاد غنلصق فيها الطرف ديال الجين اللي غنفصلو على القياس ديال الرجل. تبعوا معايا خليكم معايا. المهم البنات اللي ما عندوش هذا مسدس الشمع يمكن ليه يدير شي كول اولا اوهي ولا غير كيثبت بها تقشيره فوق من السطح اللي غادي يدار لتحت. عاد من بعد كيثبت داكشي بالبرا والخيط. المهم البنات كتروني شويه ولكن المهم واحد النتيجه كتكون مزيانه. المهم انا من بعد ما خيطت البنات كنقلبها بحال هكا على هذا الشكل هذا وغادي شعلت المسدس الشمع ديالي باش يسخن وغادي نقطع الجين على القياس اولا طرف ديال الجلد اولا اللي موجود عندنا. المهم كيخص تكون شي حاجه غليظه. الا عندك كاع البونج كيمكن لك ديري البونج وتغلفيه بشي تويب وتلصقيه. المهم يعني الفكره كنعطيها ولكن الابداع راه ما نخافش عليكم البنات. راه المغربيات معروفين بالابداع وكيطيحوا لهم افكار. ومهم ما نخافش عليكم كما كنقول دائما. هذا هو قطعت هذا الطرف غادي نحلو لان مسدود لان طرف ديال الرجل ديال السروال. يعني هكا كتشوفي ان حتى حاجه ما كتضيع. يعني هذا السروال هذا درت به شي حال من حاجه نظرا لذاك اللون اللي فيه داك الدوغي. يعني دخلته بزاف د الحوايج ومازال عندي مازال يعني فيه ما كنضيعش دوك الطريفات ديالو. كيف ما مثلا شي جين الا تقطع كيمكن لك ديري به شحال من حاجه. المهم بزاف ديال الحاجات كنصدقوا الحوايج سبيل الله ولكن كاين شي بياسات كنخليهم نظرا للثوب ديالهم اللي مزيان يعني وغادي يصلح لبزاف د الحاجات. صافي انا حطيت تقشيره
بعد ما يسخن مسدس الشمع ديالي غادي نثبت تقشيره بمسدس الشمع. عاد من بعد البنات راح نخيطها قدامكم باش تعطيني النتيجه بحال هذوك اللونين اللي شفتو اللي درت. صافي في الليل كتبغي ينعس الدري ولا هذا كيحيدو ما كتحيديهم البيبي، والصباح عاوتاني كيخشيو في رجيلاتو عاد تيبدي يتمشى. لان انا مشكل ديال الزرابي ما كنقدرش ندير، عندي الحساسيه، عندي الوليدات فيهم الحساسيه، ما كيصلحوش ليا الزرابي في الدار. يعني كندير غير دوك الخفاف كنهزهم دائما، كيخصهم يهزوا، لان كتعرفوا الدراري الصغار ما يمكنلكش تقول ليه ما يفرتاش، ما يمكنلكش تقول ليه ما يوسخش، ما من خفاف كيتهزوا دائما يتساسوا ويتشمشوا ونعاود نرجعهم. كاين شي مره ما كترشقش ليا كنعيا، ديك حيد جمع حط ما كنديرهمش. وما خفاكم دابا الارض بارده وحنا قرب للبحر، يعني من الاحسن يلبس هاد لي شوسيت هادو اللي كيكونوا محميين حامين ومن البرد. المهم غادي ندير واحد شويه هكا الوسط باش نسق نثبت التقشيره، وغادي ندير الجوانب كذلك على هاد الشكل هذا. صافي غنثبت بحال هكا. عاد من بعد غادي نبدا ندير بالبرة والخيط. المهم غادي نقطع دابا الجناب، نقطع الجوانب نقادهم باش نرتقوا بالإبرة. كتعرفوا غادي ندير ليه يعني طريقة ديال الحبيك، إذا كتعرفوها البنات كنبدا نحبك بالإبرة والخيط. الحبيك يعني هو اللي داك اللي كنلقاو بحال بدوك فولار الحمام، يكون الفولار بيض وفيه داك مخيط بالخضار ولا بشي لون اخر. هذيك الطريقه ديال الخياطه هذيك هي اللي كنسميوها الحبيك، يعني اللي كيدير الدرس ولا الراندا ولا دا غيكون كيعرفها، وكاين اللي غيكون ما يعرفهاش. المهم غنمشي بحال هكا وندير يدي الوسط باش ما نجمعش التقشيره من تحت، باش يعني نخيط غير من الفوق. المهم غنبقى هكا دايره. التقشيره حتى غادي ندورها كامله. المهم البنات غنبقى غادا بحال هكا كيف ما كتشوفوا، وانا كنقاد. واخا كيجيو فيهم التكميشات راه ماشي مشكل، هذوك التكميشات يعني كيزينوهم، واصلا هما غير ديال الدار، وحتى دوك اللي كنلقاهم كيتباعوا اولا كيجيو من برا ولا